هاد القضيه ديال تخو دي ميموار لاحظتوا بعض المرات كنكون كندوي وتتكون شي حاجه بانال بحال هاد دابا كنا تنهضروا على الفوركس يعني كاين كوتي تكنيك اللي هو توسكي غراف هذا وبغيت نقول كوتي فوندامونتال ملي دابا تنهضر على الاوضاع السياسيه وبغيت نقول فوندامونتال مشات ليا من بالي هي شي حاجه اللي خصني انا نكون عارفها يعني بانال اي واحد تعرف فوندامونتال لاحظوا انا مشات علاش هادشي منين جا هادشي جا حتى هو من المساوئ ديال البي سي هادشي حتى هو من المساوئ ديال البي سي تيولي واحد كلي تخو دو ميموار اغوغو هادشي ثاني من الحوايج اللي ربحنا مع هاد البي سي هذا وما لي تخو دو ميموار تكون تتهضر تتمحالك مخك راه بحال ما عمر داز شي حاجه على بالك ولهذا نؤكد على مساله التقنين استخدامك للحواسيب الاشعه الزرقاء راه تطفرع بنادم راه كنت راه واحد ستوري كنشوفو هاد الايامات كيتبارطاجا بزاف ديال الدار اشنو ربحنا الدار والستريس وهذا وديك القضيه ديال بنادم تيجلس 18 ساعه قدام البيسي ويفتخر وفرحان وديك اللعيبه شوف اخويا لا صحتك هي الاولى انا من الناس اللي انا كنت متنوز في مخي 18 ساعه وافتخر بل وكنت افتخر ان واحد الوقيته يعني قبل ما نتشهر كنت نعس ثلاثه السوايع في النهار حتى وليت كنطيح تنوقف وتيغمى علي كنت نمشي لافاك تيتغمى عليا كنطيح كيهزوني وفي الاخر الطبيب اللي صدق ناضي كيشافيه ويقول لي شوف جوج الحوايج انت هي تجلس قدام البلاي البيسي وحده في جوج قلت ليه البيسي قال لي حبسوه وكنعطاني المغنيسيوم الى غير ذلك ومن وراها صافي دابا اش ربحنا دابا في عمري 39 سنه اش ربحت يعني هضر معايا انا شوفوا 2019 شحال كان في عمري 39 سنه اش ربحت ربحت الظهر ترو دو ميموار لا 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 سميتو لا 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 عدم التركيز هادشي اللي ربحنا الله العظيم من ديك 18 ساعه 15 ساعه بلادي ما يجلس شويه يدير الرياضه للاسف الشديد انا باقي الحدود الساعه الرياضه ما تنديرهاش خصني ندير الرياضه ولكن من الحويجات اخويا راك قاد زعما عندك الوقت وهذا سير دير اخويا الرياضه بيسي اخويا نقص فيه شويه ونحيد ما بقاش جالس قدام البيسي انا فريمون اخويا راه تيفرح انا فرعني واغيب شويه اغيب شويه واه اسمحوا لي الا كنتعصب ماشي كنتعصب وانما كن معرفتش كنهضر شويه بالانفعال كنهضر شويه بالانفعال غير سمحوا لي الله يجازيكم بخير حتى هذه من الحويجات اللي ربحنا مع الاشعه الزرقاء وهي اننا كننفعلوا بسرعه وربحتي العاقه شوف اخويا ما غنقول لكش ما ربحتش العاقه وضربت تماري باش نربح العاقه ولكن اخويا كاين شي حوايج ما كداويهمش العاقه انا ظهري اخويا كنعاني منه من 2018 لدابا ورينا هاد العاقه باش نفعتني هاد العصبيه اللي فيا وريني باش نفعتني هاد الميموار اللي مشات ليا وريني وي هو راه درنا العاقه ولله الحمد ولكن كذلك كانوا تضحيات اللي كان ممكن انه كان ممكن ان نخدم بلا ما نضحي بزاف الوغ هذاك الشيء انا ماشي تنقول لك اخويا ما تخدمش لا سير خدم اخويا ولكن حاول انك دير التوازن اي حاجه في الحياه تتبغي التوازن ما عمر الكفه خاصها تكون مايله هكا ولا هكا اتصل بي على الخاص صيفط لينا اخويا بول وغادي يجاوبوك ليكيب وشي ما حاطين هاد الملايينات جاك ترو ترو دو ميموار وسترو دو ميموار الله يلا بصح تطلق عليه هادي